حول الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من فلسطين المحتلة عادل شديد، الكاتب السياسي وأستاذ الدراسات والأبحاث الإسرائيلية. مرحبا بك سيدي. بداية، أي خلفيات لهذا التطور السياسي المتسارع داخل الكيان الإسرائيلي بشأن حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة؟ أهلا وسهلا بكم. يعني بداية، الحكومة الإسرائيلية منذ أن تم تشكيلها قبل حوالي عام كانت بدايتها غير موفقة وبداية متلكئة، لأنها ضمت الكثير من الأحزاب والقوى المتناقضة، وكان بحين المطلوب هو إقصاء وإزاحة بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة وتجنيب إسرائيل الذهاب بحين إلى انتخابات رابعة. الآن بعد مضي عام الحكومة لم تتقدم، المشاريع الكبرى يعني لم يطرأ عليها أي جديد. قبل شهرين بدأت عملية انسحابات من أعضاء الكنيست اللي بشكل الحكومة، بالتالي باتت مسألة استمرارية الحكومة مسألة مش واردية. بالتالي لجأ نفتالي بنت كرئيس الحكومة ويائير لفيد كرئيس بالفترة التنووية بالمستقبل إلى خطوة استباقية لكي لا يتم إسقاط الحكومة من قبل خصومهم وتحديدا بنيامين نتنياهو أن يشكل حكومة، وبادروا إلى حل الحكومة والدعوة الأسبوع القادم إلى تمرير مشروع قانون بحل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة. ولكن هذا لا يعني أنه من الممكن أن تذهب الأمور كما يريدون. يعني هنالك احتمال وارد أن ينجح نتنياهو أو شخصية أخرى من تشكيل حكومة مؤقتة وتجنيب إسرائيل الذهاب باتجاه الانتخابات، ولكن تبقى احتمالية الانتخابات هي الاحتمالية الأقوى. طيب، ما الذي تعنيه مساعي نتنياهو بضرب الائتلاف الحكومي للكيان؟ هل هي عودة محتملة في نظرك؟ يعني نتنياهو فشلوا في إقصائه، يعني الكثيرين راهنوا وعولوا أنه بعد تشكيل حكومة نتنياهو سيكون خارجها، بالتالي فرص نتنياهو للبقاء بالحياة السياسية صعبة في ظل ملاحقته في عدة ملفات. ولكن نتنياهو أثبت بطيلة السنة الأخيرة أنه شخصية لا زال يعني قوية جدا في إسرائيل وفي المنطقة وفي العالم، وبالتالي نجح في بالالتفاف حول الكثير من محاولات إقصائه. الآن نتنياهو يعود، ولكن وفق كل الاستطلاعات والدراسات التي تعمل يبدو حتى لحظة يعني مقاعد الأصوات متقاربة في إسرائيل، وإن كانت الكفة الرجحة لمعسكر نتنياهو، ولكن بالنهاية تبقى نتيجة الصندوق لا أحد يراهن عليها 100%. طيب، عبر سكايب من فلسطين المحتلة عادل شديد، الكاتب السياسي وأستاذ الدراسات والأبحاث الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.